حزب له يعني افرع في كل المحافظات؟ طبعا احنا موجودين في حوالي اظن 22 محافظه تقريبا، وموجودين بكثافه وعندنا اعضاء كتير في الحزب. فطبعا الحركه بتاعتنا مش سهله في المرحله دي. احنا بنكمل الدور بتاعنا في البرامج، في التحديث، في الكلام ده كله، ولكن بعد كده في عندنا برنامج للمؤتمرات والزيارات في المحافظات. يعني في خطه للتحرك يعني؟ طبعا.